أخبار اليوم. أهم تكليف إن هو إزاي نحسن معيشة المواطن المصري، وإزاي إن كل الخدمات والأولويات للمواطن المصري توصله بطريقة سريعة وأحسن مستوى. يعني نتكلم على صرف صحي، نتكلم على مية، نتكلم على طرق، كل الخدمات المواطن، الكهرباء، كل الخدمات المواطن محتاجة إنها توصله بطريقة سريعة وميسرة. ده من أهم التكليفات. فكنت حريصة إن كل المشاريع اللي إحنا كان متفق عليها ومتفاوض عليها إن إحنا نتحرك بتنفيذها بطريقة برضو سريعة عشان الخدمات توصل للناس. إجمالي الجهود اللي مصر حصلت عليها خلال فترة 9 شهور اللي إحنا اتكلمنا تقريبا يوصلوا بالتقريب ل 11 مليار دولار، بس جزء منهم كبير منح. يعني تقريبا مكون المنحة تقريبا يوازي 40%، لان كل البرامج دي متبقاش بس مقصورة على قرض. انا عارفة ان احنا دايما بنقول قرض قرض دايما بسمع، بس هو دايما بيكون مشروع او برنامج. المشروع ده بيبقى فيه مكون منحة، وكمان مكون وهو الاهم ليه خبرات الدولية، زي ان احنا بنقدر نحط يعني نستفيد من تجارب الدول الاخرى سواء في التعليم او في مشاريع الطاقة الجديدة المتجددة، ونحن يعني نوصل لأعلى مستوى عندنا في البرامج بتاعتنا اللي هي الحالية. أهم حاجة أحب أبتدي بيها يعني رد على السؤال ده، إن هو التحديات اللي بتواجه مصر النهاردة بتختلف تماما عن من 5 سنين ومن 10 سنين ومن 20 سنة. فكنا محتاجين إن احنا نعمل تقييم سريع للوزارة، وكمان والاهم ان احنا نبص ايه اللي هي ازاي نفعل دور الوزاره ونخلي الوزاره تقوم بدور حيوي في الفتره اللي احنا البلد بنمر بيها. يعني كنت حريصه ان الوزاره ما يقتصرش دورها على انها تكون بقروض او حتى بمنح، بس اهم ازاي ان احنا نقدر نعمل تقييم ومتابعه للمشاريع اللي احنا بنمضي عليها ونفوض عليها، ازاي ان احنا نتعاون ونشتغل كفريق عمل واحد مع الوزارات اللي هي بتنفذ. احنا في الاخر وزاره بتاخد طلب القرض من الوزير المختص، فمثلا وزير الكهرباء بيبعت طلب، احنا بنتواصل مع الجهات المختلفه، الجهات الدوليه المختلفه سواء صناديق عربيه او صناديق اوروبيه او هيئات دوليه، وبنشوف ايه احسن جهه تقدر تنفذ المشروع او تساعد في تمويل هذا المشروع، والافضل لمصر واللي بتناسبنا احنا بطريقه احسن، واللي طبعا اللي يعني اطار الاقراض بتاعها بيكون مناسبنا احنا اكتر وميسر اكتر. وعلى الاساس ده بنبتدي نتحرك في ان احنا ازاي ان احنا نساعد الوزاره انها تنفذ المشروع بطريقه سريعه، ازاي ان احنا نعمل تكامل بين المشاريع المختلفه. احنا بنتكلم على الصعيد، عايزين نربط برضو الاسكان الاجتماعي مع الصرف الصحي مع توفير فرص عمل، ان هي التنميه شامله ومستدامه لازم تبقى كده. فدي من ضمن الحاجات، عملنا وحدة للتقييم والمتابعة، هي بتشتغل بقرب مع مجموعات عمل مع الوزارات المختلفة. حرصنا على الشفافية، فويب سايت بقى فيه كل المعلومات اللي هي كل الاتفاقيات، بيبقى دايما الناس بتبقى حريصة، أو مثلا أعضاء البرلمان عايزين يشوفوا الاتفاقية هل فيها أي شروط، عايزين نعرف طريقة الإقراض، المشروع ده هيمول أي محافظة. فحرصنا ان احنا يكون في شفافيه، وكمان نعمل مبادره شارك عشان لو في استفسارات اضافيه مش واضحه في الويب سايت ان احنا نتجاوب ونتواصل مع مش بس البرلمانيين، بس مع المواطن المصري، مع الشباب اللي عنده مرات استفسارات احنا ليه بنعمل المشروع ده او ليه مدين اولويه للقطاع ده. وكنت حريصه ان يكون في كوادر شابه، يعني فالحمد لله قدرت، قمت يعني موافقه رئيس الوزراء بقرار رئيس الوزراء ان في 2 مساعدين في الوزاره وفي معاونين من شباب الوزاره، قدرت ان هم الحمد لله ان هم امكنهم يمسكوا اماكن، لان بطبيعه برضو شغل التعاون ده بيبقى فيه صعوبه كتير. فكنت حريصه ان دايما يبقى فيه استمراريه في العمل، يبقى فيه مؤسسيه انها دايما يبقى ماشيين، ان احنا نقدم خدمات سريعه، ان احنا نتجاوب مع كل طلبات الوزارات المختلفه، ان احنا يبقى عندنا تقارير بصفه دوريه على الانجازات او العقبات اللي بتقابل المشروع وازاي نتحرك وان احنا نحل المشاكل دي وان احنا نسرع في توصيل الخدمه للمواطن. تمام. دور الوزاره في تمويل مشروعات سينا وتنميه سينا ومشروعات الصعيد.
من يعني من برنامج الحكومه وبرده من تكليفات سياده الرئيس ان احنا نركز على المناطق اللي كانت مهمشه او اللي هي المناطق اللي احنا بنقول عليها اقصر احتياج. فمن ضمن المناطق بطبيعه الحال كانت سينا، يعني سينا احنا يعني انا رحت بنفسي هناك شمال سينا وجنوب سينا ووسط. يعني اهم حاجه ان انت تتجاوب يعني تتجاوبي الناس وتسمعي الناس ايه اللي هم محتاجينه وعايزينه باني طريقه وعايزينه في اي مكان. فدي من ضمن المناطق اللي هي محتاجه مساعده، فحريصنا ان احنا نعمل لها برنامج خاص ليها. وبرده منطقه الصعيد برده من المناطق اللي احنا بنشتغل عليها، لان برده فيها نسبه الفقر اعلى مقارنه بمحافظات ثانيه، نسبه البطاله اعلى بالذات للشباب. فدي من ضمن برضو المناطق اللي احنا بنحاول نشتغل فيها، سواء من ناحيه الخدمات اللي هي صرف صحي ميه او اسكان اجتماعي مع طبعا وزير الاسكان، وبرضو من خلال المشاريع الصغيره والمتوسطه او تنميه المناطق الصناعيه هناك، ان ازاي ان احنا برضو نوفر فرص عمل للشباب في المرحله القادمه باذن الله.